هاي ما لها داعي ما يصعدون الاسعار. اصلا الجقاير ما لها داعي، بالضر ضراعيها. علش بدال ما يمنعون الجقاير خلي يمنعون المشروب، هو هذا سبب رئيسي. اصلا الجقاره ما تاذي الا راعيها، بس المشروب شرعا ما مقبول. فنحن نريد علش يمنعوا، الا اكو تلاعب دي يلعبون بالشعب، دي يتعبون الشعب. ولهذا يصعدون الجقاير. الباكيت ب500 يصير بألف ونص عجل. يعني حتى المدخن دي كرهوا بالجقاره انه بعلقه يستطيع من يشتري. ما يصير شيء يا اخي. ما حاجه، العالم ما تعرف اصلا تنطي وجهها. تقول عبالك دي يروح يشتري له فواكه، يشتري له خضروات. هو الجقاره يعني هي مضره تمام، بس علش يصعدوها؟ ما لها داعي. منعوا الجقاير علينا، هم سووا منع الجقاير. انت ليش سويت منع الجقاير؟ اذا عربي واذا اجنبي، هذا بي تحذير هذا بلا تحذير. هو انت اذا تمنع لا تمنع الجقاير. عندك محلات الكحول روح امنعها، هذه كلها اجنبيه، لحوم اجنبيه، الادويه اجنبيه، كل هذا اجنبي. انت جاينا على الجقاير قبل كل شيء على الجقاير. زين اذا انت قطعت الجقاير العالم وين تنطي وجهها؟ على مود الاجنبي وعلى مود العربي؟ او كلها ارتفعت الاسعار. يعني الباكيت ابو 500 صار ب 1500، اللي ما ينشرب غلا، صارت اسواق زخم عليه. يعني القاط فيه اثنين فيه ثلاثة، كل هذا استغلال. هذا منو مستفاد منها؟ مستفاد منها التجار. زين انت عندك العامل المفجوع ده يشتري جقاير باكيت ب 500 يصير عليه ب 1500، اي والله حتى جرام. انت منع تمنع، امنع شي براسه خير. امنع المشروب اللي العالم عاد تنظر من وراه وعصير مشاكل وعصير بلاوي من وراه. امنعوا هاي الحبوب اللي عاد تجي المضره. انت ما جاي مانع للجقاير. بسم الله الرحمن الرحيم. والله حبيبي ماكو اي اشكال من ناحيه المواد الغذائيه، اي بلبله بالمواد الغذائيه ماكو. اما سالفه الجقاير هذه هاي ما لها علاقه بالمواد الغذائيه. اذا على مود صعود وما صعود، اي صعود ماكو. المواد الغذائيه كلها مستورده، اكثر من نصها مستورده. الرز هندي، الزيت والدهن تركي، بعضه عراقي. ماكو اي شيء من ناحيه صعود المواد الغذائيه، ما له علاقه. ما اعتقد والله. يعني اذا يعني الناس اذا تقول مثلا اذا اليوم ازمه جقاير واضافوا عليها المواد صعدت وما اعرف ايش بل بلا، هاي ناس تعرف انت ما يحتاج ولا ماكو اي اشكال من الناحيه. زين سؤال، هل تعتبر بيع السكائر والمستورده سلعه اساسيه ذات ارباح جيده؟ والله هذه ما من ضمن اختصاصي، بس اعتقد اكو شيء نعم من ارباح جيده عاليه، بس ما انصح بها. يعني انا ما له علاقه بالمواد الغذائيه خاصه ترى.